هلا معكم أعزائنا مشاهدي مريم تي في ومتتبعي برنامج فيريتاس، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا. أزمات عديدة عم تواجه بلدنا اليوم، أزمات اقتصادية، اجتماعية، أزمة مالية، أزمة بطالة وغيرها من الأمور يلي أوقات منوقف قدامها محتارين وعاجزين ومش عارفين كيف نتصرف. ولما بحس الإنسان حاله عاجز ومش قادر يحل مشاكله بيوقع بحالة حزن، بحالة حيرة، وأوقات هالحزن بيطول وبيتحول لكآبة، ومنعرف كمان أنه الكآبة لها تداعيات سلبية عديدة على صحة الشخص، على صحة الإنسان، وخاصة على الصحة النفسية. بحلقتنا اليوم أعزائي رح نضوي شوي على موضوع الكآبة، ورح نشوف كيف بنقدر نعالج الكآبة وشو دور البعد الروحي أو الناحية الروحية بهالمجال. فعنوان حلقتنا لليوم الكآبة وكيفية العلاج بين البعد النفسي والبعد الروحي. قبل ما نبلش بفقراتنا أعزائي المشاهدين، بحب رحب بضيوفي يلي معي اليوم. هن جيزال طرباي، هي باحثة وكاتبة ومنشطة للجماعات المسيحية، وليديا هبر، هي معالجة نفسية. جيزال، بالبداية رح بحب هيك رحب فيكي، أهلا وسهلا فيكي بهالحلقة الخاصة اللي بنحكي فيها شوي عن الكآبة وعن الناحية الروحية. أهلا وسهلا فيكي مع اليوم. ميرسي مدام فيكي، أهلا. أهلا ليديا، حضرتك مش أول مرة بتكوني ضيفتنا بالبرنامج، كمان هيك برحب فيكي وبشكرك هيك على تلبيتك دايما الدعوة لحتى تكوني هيك عم بتنورينا وتضوي للمشاهدين حقائق عديدة بمجال علم النفس. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي، أهلا فيكم. ميرسي. أعزائي المشاهدين، أكيد نحن بنمشي بفقرات عديدة بحلقتنا. قبل ما نبلش بالفقرة الأولى، بحب أقول لكم أنه نحن بنطلع لايف فيسبوك عبر مريم تي في لبنان، إذا بتحبوا تتابعونا، وبنبدأ بالفقرة الأولى. يمكن أن تكون الكآبة حالة نفسية صعبة يعيشها الشخص الذي يعاني من تعب نفسي ومن ضغوطات عديدة. قد تؤدي الكآبة إلى انهيار عصبي وإلى أفكار سلبية مؤذية. الشعور بالكآبة هو جزء من البعد الروحي الذي يتمتع به الإنسان والذي يميزه عن باقي المخلوقات. أزمات عديدة وضغوطات كبيرة قد تعرض الشخص والمجتمع لحالات كآبة عديدة. في حالة الكآبة قد يفقد الإنسان لذة الحياة، وتصبح التقلبات الحياتية عبء ثقيل لا يستطيع حمله. لغط كبير قد يحصل في التمييز بين البعد الروحي والتدين عند الشخص. في الكثير من الظروف قد يصبح التدين شيء سلبي من الناحية النفسية أو الاجتماعية، خاصة في حالة التزمت وعدم الانفتاح. أسئلة عديدة تطرح اليوم في موضوع الكآبة، خاصة إذا أصبحت متفشية بشكل كبير بين أفراد المجتمع. من الضروري البحث عن أسباب الوقوع في حالة الكآبة وكيفية تحديدها وكيفية المعالجة، والأهم العمل على التمييز بين حالة الحزن العابر وحالة الكآبة التي قد تؤدي إلى أفعال انتحارية. أسئلة عديدة تطرح في بعض الحالات: لماذا الصلاة؟ أو لماذا التدين؟ أي لماذا نبني علاقة مع الله في الوقت الذي نشعر به بعيد؟ إذن من الضروري تحديد ما هو البعد الروحي وكيف يمكن العناية به في حالة الاكتئاب. من يساعد ويرشد في المجال الروحي؟ من المسؤول عن الشفاء من الناحية النفسية؟ أما في حالات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، كيف يمكن تفادي الوقوع في الكآبة وكيف يمكن المواجهة وكيف يكون العلاج؟
مدام ليديا، رح نبدأ هيك حوارنا معك لحتى نشوف شوي، نوضع هيك حالنا بصورة أو نحدد شوي ما معنى الكآبة. يعني أوقات بيصير في لغط مثل ما شفنا بالريبورت، إنه أوقات الشخص بيكون بحالة حزن عادية بصير يقول أنا مكتئب. فينا نحدد هيك شوي ما هي الكآبة وشو دورها بموضوع الانهيار العصبي؟ يعني أوقات بيوصلوا الأشخاص لانهيار عصبي، وشو دور الكآبة بهالمطرح؟ أولا الكآبة هي اضطراب عقلي، اضطراب عقلي في كمان تدني بالمزاج، بيكون يا لفترة مؤقتة يا لفترة دايمة. نعم. وهونيك عنا كمان حالتين، فينا نقسم الكآبة لنوعين. أو النوع الأول هو كآبة العصبية اللي بنقلها نيفروتيك، وهيدي حالة الكآبة بتكون مقبولة مش قوية، يعني بتكون مدرية بنقول، وبتصيب الأشخاص عادة اللي عندهم شخصية ضعيفة، اللي ما عندهم مثلا ثقة بحالهم، اللي عندهم مثلا شخصية قلقة أو شخصية بتخاف أو شخصية ديبوندانت، يعني تابعة دايما للآخر، يعني ما فيها تعيش بلا الآخر. فهول الحالات بيعملوا كآبة بنقلها نيفروتيك اللي هي مقبولة وفينا نتخطيها. في حالة نوع تاني من الكآبة هو الكآبة البسيكوتيك، يعني الذهنية. هذا النوع هو بيبقى كآبة حادة وبتدوم طويلا، يعني وبكونوا الأشخاص عادة عندهم نوع من الهذيان، يعني بصير عندهم مثل إيديه ديليرانت، أفكار هيك هذيان، مثلا أوقات بهلوسوا، بيسمعوا أصوات أو بيشوفوا قصص نحن ما بنشوفها، وأوقات عندهم كمان مشكلة بالاضطهاد، بحسوا حدا عم يضطهدهم أو حدا عم بيراقبهم، بضل عندهم مصحوبة بوسواس، مصحوبة بأشياء، عرفتي كيف، صعبة أو قوية ما بيقدر الشخص يتخطيها بسهولة. نعم. يعني نوعين الكآبة هولي بدون علاج نفسي. أكيد علاج، وبالأدوية خاصة البسيكوتيك، يعني اللي عندهم ذهان أكيد بدهم أدوية، ما بيمشي الحال بس علاج نفسي. هلا اكيد رح نرجع شوي نحكي نحن وياك شو الاسباب. هل هي بس شخصيه الشخص ولا الضغوطات الخارجيه بتاثر ولا لا؟ بس خلينا شوي هيك نفوت على البعد الروحي. ذكرنا بالريبورت كمان جيزال انه البعد الروحي له دوره، او الناحيه الروحيه لها دورها يمكن بالعلاج، لها دورها بتخطي هالازمه، ازمه الكآبه. بالبدايه بحب اعرف شوي كمان منك ما هو البعد الروحي. اوقات الناس بنقول لهم بعد روحي بيفكروا انه انا متدين، يعني تابع لدين معين. هون شوي اذا بنقدر نعمل هيك تمييز بين البعد الروحي والتدين لحتى نرجع نحدد دور البعد الروحي بأزمة الكآبة. لا شك انه اذا التدين بشكل عام لازم يكون يتطابق مع البعد الروحي. اذا كان التدين شكل من الاشكال الخارجيه وما بيتطابق مع البعد الروحي، بنحكي هون نحن مثلا مسيحيا، انا كمسيحيه بحكي البعد الروحي المسيحي بحسب الايمان المسيحي، دونك في مشكله. يعني هون المشكله بتعود للشخص هو بعلاقته مع الرب. انا اذا كنت متدينه شكليا، يعني بالحقيقه انا ما عندي علاقه حقيقيه مع الرب يسوع، مع الاله كشخص، يعني اللي هو المخلص بقى. دونك هون التدين ما له فايده، ما بيفيد لا من قريب ولا من بعيد. اذا لازم هون في يعني يصير في اعاده نظر بكيفيه انا علاقتي مع الرب. عشان هيك الكآبة هي، إذا بنحكي تحديدا عن الكآبة، الكآبة هي وضع غير طبيعي، لأنه المسيح دعوته الفرح. بالأساس ربنا خلقنا للفرح وللحياة، لملء الحياة، جئت لتكون لكم الحياة. دونك الكآبة هي وضع غير طبيعي، بس نحن مسيحيا فينا ناخده ونعطيه بعد إيجابي نحو الارتداد، لكونفيرسيون. يعني أنا إذا مرقت بضيقة، بصعوبة، بحزن يمكن يطول شوي، بقى بقدر استعمله لنقطة التحول بحياتي. هلأ إذا بتحب بقدر أقول لك بشكل عام الكتاب المقدس والأباء القديسين كيف بيشوفوا الكآبة. فينا ناخذ هيدا الشيء من ناحيه الكتاب المقدس. اكيد الحزن بالكتاب المقدس هو احساس طبيعي، يعني كل انسان، كلنا نحن بنحزن، بس امتين بصير مرضي مثل ما قالت
دكتور، هي وقت اللي بيصير حاله دائمه وبشكل عائق قدام انا نموي الانساني يعني والاكتيفيتي تبعولي، بس هو احساس طبيعي. الرسول بولس بميز بين حالتين من الحزن، الحزن يلي بيؤدي للتوبه اللي هو بوزيتيف، والحزن يلي بيؤدي اكيد للموت. بيذكرها بيقول لان الحزن الذي بحسب مشيئه الله الذي ينشئ توبه لخلاص، واما حزن العالم فينشئ موتا. اذا لازم نميز نحن اذا في حزن على العالم وعلى امور هالدنيا، هيدا حزن يمكن يوصل مع الوقت للكآبه ويؤدي للموت، يعني يهلك الشخص. او اذا كان حزن على خطيتي، هون اكيد هو له بعد ايجابي، الكآبه هون لها بعد ايجابي. هلا الاباء القديسين بشكل عام بيحكوا عن اثار السقوط الانسان وقت السقط بالخطيه، هالشي صار له نتائج، وكل هالمشاكل نحن عم نعاني منها كان كآبة او غضب او كل الشيء، المشاكل النفسيه بينظر لها الاباء القديسين، هي تشتت بالانسان، يعني صار في تشتت بعلاقته مع ذاته، بعلاقته مع الله، وبعلاقته مع الاخر. هون بيحكوا عن تشتت النوس، النوس يعني الذهن يلي هو اعلى مرتبه بالانسان، بنفس الانسان، ويلي بهيدي القمه بيتلاقى النفس، بتتلاقى مع روح الله. بقى التشتت النوس والكآبه هي نتيجه من نتائج هالتشتت هيدا. هلا في عندنا يوحنا كاسيان، يوحنا كاسيان هو من احد الاباء القديسين اللي كتبوا الفيلوكاليا. بقى بيقول انه الكآبه بينظر لها كثير سلبيا، وبقول انه هي خطيه، وهي مش سببها الضيقه او اخطاء الاشخاص، هي سببها فراغ القلب الداخلي. حلو. يعني الانسان المؤمن، حتى نرجع لنقطه التدين، الانسان المؤمن بيعرف انه كل شيء بيصير بحياته، كان من ضيقه، كان من حزن، كل شيء سلبي، بيقدر اذا هو كان محصن مليان من محبة الله، بيقدر يحول هالكآبة لشيء إيجابي، لتوبة تكون مفيدة بحياته. بس هون لفتني كمان أنه صار فيه هيك مثل تمييز بين الحزن والكآبة، يعني مثل ما حضرتك ذكرت، الحزن هو الحالة يلي نقدر نحولها لشيء إيجابي، بينما الكآبة هي كأنه صار بدنا علاج أو لحتى نطلع منها، حتى من الناحية الروحية. أكيد أكيد، يعني سكوت كأنه لهال البعد الروحي اللي نحن منعيشه. يعني حضرتك ذكرت النوس، النوس هي أعلى مرتبة نحن منقدر نوصلها بعلاقتنا بالأدلاء أو بالله أو بالآخر. حلوة كتير الفكرة والتشبيه هون، البعد الروحي فينا نقول هون موجود، انه وقتها انا بشتغل على هالعلاقه مع الاخر، مع الاخر مع يلي مع الله، يعني مع الله ومع الاخر. أكيد. حتى مع ذاتي، يعني في شغل على ذاتي. نعم. بالنعمه. حلو. بعمل النعمه يلي هي المحوله اللي هي بتغيرني. هلا لا شك انه في علاج مثل ما قلتي حضرتك، في علاج الروحي، في علاج النفسي. نعم. واثنينتهم بيتكاملوا مع بعض. حلو. يعني المرشد الروحي له دوره، هو منه معالج نفسي، والمعالج أكيد. النفسي منه مرشد روحي. أكيد. بس اثنينتهم بيقدروا يتعاونوا تاي. نعم. يساعدوا. وضروري يعني يصير فيها التعاون. أكيد. مثل ما هلا أنا بس حابة أعرف منك مدام ليديا، حضرتك بهلا عملك كمعالجة نفسية وبظل هالأزمة اللي عم نعيشها، هلا حسيتي في ازدياد بأعداد الأشخاص يلي عم بينصابوا بهالحالة الكآبة بسبب هالأزمات يلي عم نعيشها ببلدنا خاصة؟ يعني ايه اكيد طبعا، في كتير في كتير حالات، وسمعنا ان احنا دجا كم شخص انتحروا. نعم. مؤخرا. هلا هو الانتحار فينا نقول نتيجه كآبه غير معالجه؟ وي اكيد، تراكم المشاكل، تراكم الصعوبات، خاصه الضيقه الماديه، يعني الشخص وقتها يشوف حاله مش قادر يامن لعائلته الاشياء الاساسيه، المأكل ومشرب وملبس، اكيد بده يعمل نوع من الكآبه. بس هيدا النوع الكآبه اكيد يمكن ما تكون شيء داخلي بالجينات او بالهرمونات، فيها تكون شيء عوامل خارجيه جايه سببها هيدي الكآبه. بنشوف هيدا الشخص مؤخرا اللي انتحر، بيقول انه عم بيحكوا، بيقولوا انه ما كان قادر يجيب له منقوشه لبنته، طلبت منه منقوشه. يمكن هيدا الفاكتور فاكتور نوع انه قد ايه حس حاله قد ايه عاجز عن ارضاء عائلته،
فيمكن هذا عامل صغير خلى الشغلة تكبر ويوصل يمكن للانتحار. بس أكيد هذا الشخص عنده ضعف بشخصيته، يعني يمكن كان في كذا حلول غير الانتحار، بس هو الشخصية تبعه، التركيبة تبع شخصيته ساعدت هذا الشيء. في كمان ذكرنا قبل بحكينا عن الانهيار العصبي. نعم. الانهيار العصبي هو بيكون نوع من توتر حاد، مثل واحد بيقول بيعمل كريزة. نعم. بيفقد أعصابه. وهذا الانهيار العصبي أكيد أوقات في ناس عندهم كآبة بيوصلوا للانهيار العصبي بالحالة القصوى هيدا اللي عم نحكي فيها. مثلا نعرف شخص أنا من اللي بعرفهم وصل لمرحلة قطع شرايين إيديه، عمل انهيار عصبي، كان لوحده بيأذي حاله. هو عنده كآبة دجا وعنده وسواس وعمل انهيار عصبي. أو سمعنا كمان مرة مدام قتلت بنت بناتها ثلاثة ورجعت قتلت حالها. هيدا نوع من الكآبة الشديد، كمان عمل انهيار عصبي. بهيدي الحالة ببطل الشخص عنده وعي، يعني درجة الوعي عنده كتير متدنية. والعقل، الوظائف العقلية كمان بتدنى كتير، بيعمل الشغلة بدون كنترول، ما بيقدر يسيطر على أعصابه. عشان هيك بس مش بس بالكآبة فينا نشوف انهيار عصبي، فينا نشوف بغير أمراض نفسية. مثل عندك الهستيريا اللي هي كتير مشاعة، اللي مثلا الشخص اللي بيبقى بيحب يلفت النظر على حاله بطريقة لبسه، بطريقة هيدا الشخص اللي بيعمل انهيار عصبي كمان بطريقة بيبين انه قدام العالم مثل مسرحية، بيعمل مثلا بينهار، بصير يصرخ، بصير يبكي على صوت عالي. في يوصل انه يغيب عن الوعي. في عندك مثلا كمان الامراض النفسية مثل البارانويا، بيعمل انهيار عصبي، يوصل انه يقتل مرته، بشك انه مثلا عم بتخونه او عم تظهر عليه او شيء، بيوصل بيقتلها. هذا نوع من الانهيار العصبي. او بحالات الفصام المالادي سكيزوفرينيا بنقلها، كمان بهيدي الحاله بيوصل بيعمل يمكن انهيار عصبي. بنشوفه مثلا بدير الصليب بيوصل بيكسر، بشبق، بيأذي. اكثر شيء اللي عندهم سكيزوفرينيا هن بيأذوا. وفي كتير خطوره انه الواحد يقعد معهم بالبيت. بيعملوا يعني بيأذوا غيرهم. في حاله بنعرفها صارت، يعني عندها سكيزوفرينيا، اختها راهبه اخذتها لعندها على البيت لتقعدها يومين عندها. بتقوم بعامله اكيد كريز البنت اللي عندها السكيزوفرينيا، وبتقتل اختها، بتخنقها، وبتصير بتطفي الدخان بجسدها. وما حدا بيعرف فيها، لانه بعد 3 ايام لعرفوا انه قتلها اختها بالبيت. دونك كثير شيء غراف انه نقعد مع سكيزوفرين بالبيت، يعني بشكل خطر. حتى البارانوياك كثير صعب ينعش معه. هلا اللي عنده كآبة اقل خطوره، بس حسب نوع الكآبة اكيد. هلا هول الحالات النفسيه في لهم درجات يعني، وفي لهم علاجات خاصه وبمراكز يعني متخصصه. اكيد. بس كلهم بيعملوا انهيارات عصبيه حاده اوقات بتكون اذا ما تعالجوا. اكيد. اكيد. جيزال، رح نرجع شوي هيك لموضوع الاشخاص اللي مؤمنين وعندهم بيهتموا بهالبعد الروحي. هل بيظل هالأزمة يلي عم نعيشها اليوم، يلي الشخص أو نحن كلنا عم نركض هيك لنشوف كيف بدنا نظبط أوضاعنا الاقتصادية المالية، اللي عم نهتم كتير بهالأمور، لأي مدى لو كان الشخص مؤمن بهالظروف اللي عم نعيشها بيقدر يكون كمان عم بيهتم ببعده الروحي؟ يعني كتير صعب، لأنه الأفكار كلها موجهة صوب هلا نشوف كيف بدنا ندبر الامور الحياتيه العاديه. هل بعد في مجال بهالازمه يكون نحن عم نهتم ببعدنا الروحي؟ بالتاكيد. خلينا نميز، انا بقدر ميز بين نوعين من المؤمنين. في المؤمنين يلي عن جد في عندهم علاقه شخصيه بالرب يسوع، يلي عندهم تاريخ. يعني الشخص عندهم بجاج دجم حاصنين بعلاقتهم، عندهم تاريخ مع ربنا يعني، وشهدوا كيف ربنا دايما كان حدهم، دايما كان معين لهم وسند، كان يعتني فيهم، اختبروا العناية الإلهية عن قرب. هول الأشخاص بهالوقت الحاضر قدام هيدي الدقيقة أكيد لأول وهلة رح يكونوا ينصدموا، يعني رح ينزجوا، رح يحسوا بالحزن. هذا الحزن اللي حكينا عنه. اللي هو عاطفة طبيعية بالإنسان. بس أكيد إذا طالت بتصير مرضية. هؤلاء الأشخاص المؤمنين رح يطرحوا السؤال ليش، بس رح يتذكروا بعلاقتهم مع ربنا، أنه ربنا دايما كان يعتني فيهم، رح يكفوا ورح يتكلوا على الله ويمشي الحال، وأكيد ما رح يفوتوا بالكآبة.
هلا النوع الاشخاص التانيين، انا عم بحكي على المستوى الروحي، يعني اكيد في ناس جينيتيك ما هن بالاريديتي عندهم شيء بيخليهم انه يصيروا عندهم كآبة. في اشخاص يلي شوي بنقدر نقول انه هن مؤمنين بس نتفه سطحيين، يعني ما في هالعلاقه القريبه. انا بتصور انه هلا اذا ما كان في هالحياه الروحيه هالبعد الروحي بحياتهم هلا رح يبلشوا، لانه خلص وصلوا قدام باب مسكر، يعني قدام حيط. يمكن ربنا سمح اوقات بيسمح انه نحن نمرق بضيقات، نمرق باشياء بصعوبات لحتى ينكزنا، لحتى يهزنا شوي، قلنا انا موجود. في انتم مش بس عايشين تتاكلوا وتشربوا وتناموا. يعني هلا الشخص يلي كان بالمبدا كل شيء مأمن عنده، مصرياته بالبنك موجودين، عم بيشتغل وصفا كل شيء ماشي الحال، هلا كله صار في ازمه، حتى مصرياته مش عم بيقدر يحصل عليهم. في كثير امور هلا هو مصدوم فيها، هون هو هلا محطوط بالزاويه ورح يسال، رح يتوجه صوب ربنا ورح يقول له ليش. رح يسال هيدا السؤال. بقى ان شاء الله هيدا السؤال ويبلش هالحوار بينه وبين ربنا، هون يعرف انه هو الانا يلي عنده هي انا مزوره، هويه مزوره. الانسان بعد السقوط قلنا تشوه كل شيء فيه، بقى جرب يظبط هالهويه الشخصيه تبعه. نعم. بياخذ من العائله، بياخذ من راي الاشخاص، بياخذ من الفلسفه، من العلم، بياخذ كثير امور تيرقع هالانا. صارت عنده انا مزوره مش هويته الحقيقيه. الهويه الحقيقيه للانسان المسيحي هو ابن الله. نعم. هو عنده شرف كثير كبير، هو وارث للملكوت. حلو. هو مهيئ لحياه ثانيه. نعم. عم نحكي شيء مش عم نحكي لاهوت، عم نحكي شيء حقيقه. نعم، في كثير اشخاص بفكروا يلي عم تحكي شيء كثير بعيد او هيدا، بس هلا يمكن الوقت انه نلمس انه هيدا نحن قد ايه محدودين وقد ايه دور الله اساسي بحياتنا. حلو. هي الهويه المركبه حان الوقت بتصور للانسان المؤمن يلي بعد ما عنده هالاختبار الحقيقي مع الرب انه يبلش يعيد، يرجع يخلط الاوراق، يعيد ترتيب الاولويات. نعم. وهون كثير مهم، لانه باساس حياته قبل الازمه الاولويات كانت الاولويات الماديه، الاولويات النفسيه، رفاه العيش والسهوله والبسط والاشياء، اللبس والاكل والشرب والاشياء، الحاجات النفسيه الروحيه هي كانت بالاخر شيء يعني. نعم. بقى هلا مهم يرجع يعيد ترتيب اولوياته. حلو. ويعرف انه الاولويه هي للحياه الروحيه، وهولي كلهم مثل ما بقول الرب يسوع اطلبوا اولا ملكوت الله والباقي يزاد لكم. حلو. الاساس هو علاقتنا مع الله. حلو. هذا يلي بيعطي الفرح ويلي بيعطينا الهويه الحقيقيه كابناء لله. هي الفكره كمان بيصير واحد هلا بهالفتره بهالازمه بيسال عن معنى هالحياه، يعني انا هلا بهالموقع بهالحاله اللي عم بعيشها وين صار معنى لما فقدت هيدا الكماليات كلها يلي كنت عايش فيها واللي عم تعمل لي هالفرح الان. بصير يبحث عن الفرح كتير الاكبر. كثير مهم اللي قلتي حضرتك. نعم. وهلا بتصور بعلم النفس صار في شيء اسمه لوجو ثيرابي يلي فيكتور فرانكل يلي هو عمله، يلي هو بيسال عن معنى الحياه. نعم. لانه اكتشفوا بعلم النفس انه في بعد كتير مهم يلي هو البعد الروحي. صفري. عند الانسان هذا اللي عم نسال عنه، عن يعرف معنى حياته. صفري. عشان هيك البابا بنديكتوس بالارشاد الرسولي المحبه في الحقيقه بيقول. نعم. بالفقره 76 تحديدا بيقول انه الانسان مش بس والمشاكل يلي بيعاني منها مش بس اشياء مسببات عصبيه، ولا بس الانا منا بس الى بعد نفسي، الانا أنا الإنسان إلى بعد روحي. عشان هيك الكنيسة تدعي للتنمية البشرية المتكاملة. نعم. Development personnel integral. وي. يعني كامل الشخص بجسده بنفسه بروحه، عشان هيك البعد النفسي والبعد الروحي بيتكاملوا. حلو كتير. وذكرت فيكتور فرانكل كمان من أحد التقنيات يلي تستعمل لهالعلاجات أو لهالثيرابي أو لمرافقة الأشخاص هي اللوجو كانسلينج، يعني نحن نهتم بمرافقة الأشخاص عبر الكلمة يلي
يلي نحن بنكون ريبير لنا بحياتنا. هلا ذكرتيني بالموضوع وحلو كثير يلي ذكرتي. ليديا، بس بعد بدي اخذ منك شو اسباب تعرض الشخص للكآبه؟ هلا مثل ما فهمنا انه في ضعف بالشخصيه بيكون، وكانه ذكرت جيزال في كمان شيء جيني بقلب عنده للشخص بيكون. هلا الضغوطات الخارجيه مش هي احدى الاسباب او مش الاسباب الاساسيه لوقوع الشخص بالكآبه؟ وفي عنا كثير انواع، في اسباب كذا السبب. يعني في عندك اول شيء العوامل الوراثيه. بين انه كل العائلات اللي عندهم مثلا امه او بيو عندهم حاله اكتئاب، في كثير احتمال الولد يكون عنده كآبه. ونحن بنعرف انه الام كثير بتاثر على الاولاد، يعني أكيد. مثلا اذا الام عندها كآبه شيء طبيعي انه تنقله لاولادها، لانه الولد اللي ميت سمار بيقلد امه. كان الصبي او البنت، في كثير تعلق بالام وفي كثير تقليد للام شو كيف تعمل. والصبي مثل ما بنعرف بيقلد بيو، بيعمل ايدنتيفيكاسيون للبي. مشان هيك اذا البي عنده كآبه كمان الولد تلقائيا بصير عنده هالكآبه. هلا الجينيتيك ما اثبتوها انه هي عوامل وراثيه بعد لحديت هلا، بس اكيد لها دور. نعم، يعني لها دور بالمعاش، يعني نعم. بالمثل يلي قدام الشخص. ايه، ففي اكيد هون بيصير في تخربط بالهرمونات. مثلا بنعرف انه هرمون السيروتونين بيكون عم بخف وهرمون المونو الادرينالين بيكون عم بيزيد. كل ما يزيد هالهرمونات سلبيه كل ما يصير حس واحد بكآبه، يعني هيدا شيء علمي مثبت. نعم. علميا. هلا بالنسبه كمان عندنا ضغوطات النفسيه، اكيد المشاكل النفسيه، مثلا اذا واحد خسر شغله او واحد تركته حبيبته او حالات مثلا الخسارات يلي بيعيشها بحياه. نعم. الشخص اذا خسر شخص بحبه. نعم. مات يعني، او اذا مثلا عنده مشكله خاصه او ديون تراكمت عليه ديون ما بقى عنده مخرج، يعني اكثر شيء بده يعمل كآبه اكيد. وهيدا النوع الكآبه مثل ما قلنا هي خارجيه، عوامل خارجيه وبتنحل، بس العوامل الداخليه مش بسهوله فينا نطلع منها. يعني اكيد الصلاه مهمه كثير، بس ما فينا اذا الشخص ما عالج حاله ما بيقدر يصلي بطريقه منيحه. نعم. ما بيقدر يتعامل مع ربنا، يعني ما في ينفتح على العلاقه مع الله. يعني اذا هو تعبان من جوا متضايق كثير ما بيقدر ينفتح على العلاقه. نعم. مع ربنا، ما بيكون في علاقه شخصيه ناجحه مع يسوع. يعني تحب يسوع بده يحب حاله، هو دجا بيكون ما عم بيحب حاله، ما عم بيعرف يحب لا الاخر ولا حاله، فصعب يعمل هالعلاقه الشخصيه. نعم. في عنا غير كمان اسباب اللي هي العمر. مثلا عنا الاطفال فيهم يصابوا بالكآبه، مثلا اذا تركتهم مثلا امهم او بيهم بحاله الطلاق، او بحاله اذا كان يتيم مثلا ماتت امه او بيه، الطفل بيعمل كآبه. او العنف الاسري كثير بياثر. أكيد. الضرب، الحكي، يعني بيجرح. بكل بمختلف الاعمار. نعم. بيقدر الشخص يعيش بمختلف اعماره، يعني بالطفوله وحتى. نعم. عند المسنين بيقدروا يعيشوا. نعم. هلا الطفل بتبلش عنده هيدي حاله الكآبه اذا قلنا هدول كان عندهم عم بيعيشوا. وفي كمان مثلا اذا كان عم يتعرض لتحرش جنسي من هو صغير. نعم. انا بعرف شخص عم يخبرني انه كان عنده هو صغير كانت امه تروح على الشغل بتتركه مع سته بالبيت، وكان يجي رجال لعندهم مثلا جارهم يشرب قهوه ويتحرش بالولد. نعم. جنسيا، وهذا الشيء رافقه لهيدا الصبي عمل له كآبه، نوع من كآبه، وما راحت بسهوله الا ما فات بعدين بحركه يمكن صلاه طريق المعوذين بتذكر وقتها قدر يطلع من هيدي الكآبه. في كمان عنا بالمراهقين كمان عندهم كثير تعرض كمان فيهم يعملوا كآبه، خاصة مثلا بالبيت إذا أهلهم ما عم بيفهموا عليهم، ما في حوار متواصل، ما في يعني الولد ما عم بيسمحوا له المراهق يروح يشوف الأشياء اللي برا، يعني بيخسر كثير من الأشياء اللي لازم يعيشها، مثلا إذا ممنوع يروح يسهر، ممنوع يظهر، بضل في أوبوزيسيون بين الأهل والولد. فهن الأهل هون إذا ما عم بيتفهموا الولد شو حاجاته إنه يكون مثل باقي الأولاد ويأمنوا له هالأشياء، فحيصير عنده حرمان، وهذا الحرمان بيوصل للكآبة. نعم. وفي عنا الشباب كمان بيعملوا كمان بعمر المراهقة بعمر الأكبر الأدولت أج أدولت كمان معرضين يعملوا كآبة، خاصة وقتها كمان في دايما هن وأهلهم معارضة لأهلهم. أوقات بنعرف في شباب بيتركوا البيت بيطلعوا بيهربوا، يعني بيلجأوا للإدمان على التدخين. نعم. على المخدرات. نعم. هول الأشياء كتير خطرة. ليش؟ لأنه الشخص أول شيء بتعمله كآبة للشباب،
ثاني شيء بفوت بشيء اكبر ويمكن يوصل للانتحار. اكيد اكيد. في عنا العجزة اللي هن اكثر شيء بينصابوا بالكآبة، يعني هول عم نحكي عن الاعمار، يعني كمان كثير عندهم اكثر استعداد للانتحار اكثر من باقي الاعمار. نعم. ايه في عنا الثاني حكينا عن السببين، في السبب الثالث اللي هو قلنا الضغط النفسي والعمل الوراثي والعمر، وفي يعني اكثر شيء هول الاسباب. نعم. اكيد هلا بنرجع شوي نحكي تفاصيل اكثر، بس نحن صار لازم نطلع باستراحه. اعزائي المشاهدين نطلع ببريك صغير وبنرجع منتابع موضوعنا. أعزائي المشاهدين بتابع أنا وياكم مع ضيوفي الموجودين معي اليوم حول موضوع كيفية معالجة الكآبة بين البعد النفسي والبعد الروحي. بس قبل ما نتابع بحب كمان أطرح السؤال يلي بنطرحه مثل كل مرة بحلقتنا يلي بيكون موجه لألكم، إذا بتحبوا كمان تشاركونا بمداخلات عبر الواتساب على الرقم يلي بتشوفوه بأسفل الشاشة. السؤال لليوم بيقول: كيف يمكن العناية بالبعد الروحي عند شخص يعاني من الكآبة؟ وأكيد هلأ بدنا نشوف مع ضيوفنا كيف هيدا الشيء بيصير، بس ننتقل للفقرة التالية. برجع معك شوي ليديا، حكينا شوي كتير عن الأسباب يلي بتختلف حسب العمر وحسب الضغوطات النفسية لأنه الشخص يعيش الكآبة، بس بشوي بدي أخذ بشكل مقتضب لأنه ما بقى كتير الوقت بيسمح لنا، شو عوارض الكآبة تنقدر نعرف نميز أنه هاي الشخص عم بعيش كآبة معينة؟ أكيد لنوجهه عند متخصص أو لحتى نكون عم نرافقه روحيا ونفسيا وبكل هالأبعاد يلي الإنسان بعيشها. نعم، ده عوارض، هي عدة عوارض. أكيد في عنا أول شيء أهم شيء الحزن الشديد، يعني بتشوف الشخص بضل حزين على طول. نعم. ما بيضحك. نعم. قليل لا يضحك وقليل لا يتجاوب مع الآخر. العزلة، بينعزل عن العالم، ما بقى بحب يظهر، ما بقى بحب يعني. نعم. يعمل مشاريع، يطلع على طول بضل لوحده، بحب يقعد بالأوضة، حتى وقت يقوم من النوم نلاقيه مش قادر يقوم، عنده هالتعب الشديد. يعني في تعب شديد، في عنده اضطرابات بالنوم، ما بينام، يا بينام كتير بياخد مثلا اذا دواء اعصاب بينام كتير، ويا بيكون عنده تخربط بالنوم بيقلق كتير بالليل. نعم. وفي عنا اضطرابات بالاكل، يعني بصير ياكل يا كميه كبيره من الاكل كرمال يعوض هالكآبه. نعم. هالحزن. نعم. ليصير يحس حاله احلى يعني، يا بصير ما ياكل بالمره، ما بقى عنده شهيه على الاكل. في عنا البكي كمان، بصير يبكي كتير، بصير حساس اكثر، مرهق، عنده مشاكل بالأحساس. ايه دائما على مشكله ما بيقدر يواجهها. نعم. بصير يبكي، يعني بصير عنده كتير عوارض بتبين عليه، جسديه، اوجاع، الم بمفاصله، بظهره. يعني أو حتى أو انا بعرف يمكن اشخاص بصير عندهم تاكيكارديا، يعني بيحسوا دقات قلب سريعه وضيقه نفس. اي هيدا نوع كمان. فالعوارض كتير، في كتير عوارض، بس اهم شيء انه وقت نشوف هالعوارض على الشخص دغري نحاول نساعده. اكيد ان احنا ما رح نقدر نساعده. نعم. الاخصائي هو أكيد بيقدر يساعده اكثر. اكيد اكيد. جيزال، رح شوي نرجع نشوف معك شو دور المرشد الروحي مع شخص عم بعيش هالكآبة. هلا اكيد مثل ما قالت ليديا ضروري يكون في معالجة مع متخصص من الناحية النفسية، بس حسب ما فهمنا انه الانسان بنعالجه بابعاده كلها مثل ما قلنا، وكثير بتاثر البعد الروحي لما بيكون الشخص كمان يمكن عم بعيش حاله كآبه. هون كيف بيكون دور المرشد الروحي او شو دور العنايه الروحيه؟ يعني هي صلب موضوعنا اليوم. هلا هو بنقطه اساسيه ومهمه انه الكنيسه بشكل عام هي ام ومعلمه. نعم. ودائما هي واعيه لهيدا الدور الروحي اللي بدها تقوم فيه، وكمان هي ترشد الاشخاص المسؤولين يلي بيكونوا مسؤولين عن مثلا سياسيين او مسؤولين بشكل عام اجتماعيين بالمجتمع، لحتى يقوموا بدورهم كما يجب وبتصلي لهم. نعم. هلا بالنسبه للانسان المكتئب
الكنيسة تشدد على دور المرشد الروحي، نعم. أو بالأندية الأرثوذكس بيحكوا عن الأب الروحي، نعم. الأبوة الروحية كتير مهمة. الإنسان المكتئب بيكون إذا بيوثق بشخص معين، بكاهن معين، أنه يلتجي له ويطلب الإرشاد. المرشد أكيد رح يقوم بدور مكمل للدور النفسي، وحتى إذا لقى أنه في مشكلة نفسية يمكن يحوله لمعالج نفسي، بس المعالج النفسي هو بده يكون مسيحي وملتزم، نعم. لأنه للأسف في بعض المعالجين النفسيين ما عندهم رؤية لهالبعد الروحي، وما بيميزوا بين الخير والشر، ما عندهم هالبعد الأخلاقي، نعم. يعني كتير مهم المعالج النفسي يعرف إذا كان مسيحي وملتزم، بيعرف أنه في خطية وفي صح وفي غلط، نعم. وهذا الشيء إجمالا العلم النفس، خاصة إذا كان معالج نفسي غير مسيحي، ما بميز هذه الأمور، بينظر بس للكوتي النفسي بغض النظر عن هلا هو مش دوره يشوف قصة الخطية ومش خطية المعالج النفسي، أكيد. يعني من هون نحن يمكن عبر هالحلقة منشدد انه العناية الروحية والعناية النفسية يمشوا ان باراليل مع بعضهم، يكونوا على طول مترافقين. بالتأكيد بالتأكيد لا شك، بس المعالج النفسي إذا ما كان مؤمن، نعم. ما كان ملتزم، إذا الشخص غضب بقول له غضب وعبر عن ذاتك. نحن بالمسيحية بنعرف أنه الله يدين الغضب، ولا تغضبوا وحتى ما تناموا أنتوا غضبين، يعني هيدا المقصود بالكلام وقت بقول أنه يعني أتمنى أنه الإنسان المكتئب اللي عن جد هو مؤمن أنه يلتجئ لمعالج نفسي ملتزم، نعم. ومؤمن مثل مدام بقى. المهم المرشد الروحي بوعي الشخص على الفضائل الإلهية اللي هن الإيمان والرجاء والمحبة، نعم. نحن كمؤمنين دايما عندنا رجاء، نعم. دايما عندنا رجاء، والرب يسوع اللي هو اختبر كل الألام الإنسانية حتى إلى درجة الموت، نعم. هو قادر أنه يعيننا، وهذا الشيء بيقولوه برسالة إلى العبرانيين، أنه هو اختبر هالألم يقدر يعيننا ويرشدنا بهذا الموضوع، حتى اختبر الحزن بآخر مرحلة مزبوط. من رسالته بستان الزيتون اختبر الحزن الشديد شديد. الحزن الشديد. هلأ الشيء المميز المرشد الروحي أنه هو يقود المؤمن بروح القدس، يعني مثلا حأعطي اكزامبل كيف مثلا كوري دارس، نعم. يلي كان هو لا ما بيعرف شيء عن علم النفس، ما بيعرف شيء، حتى كان غير متعلم، نعم. كان يعرف يمكن ما بعرف قد ايه الوقت بالنهار، وكان كان يساعد الاشخاص. هون الروح القدس هو مثل ما بيقول الكتاب المقدس المعزي، الروح المعزي والروح المرشد، نعم. دونك المرشد الروحي هو يرشد ويساعد الشخص المؤمن بواسطه الروح القدس، مش بس باكيد هلا هو عنده معارفه، عنده يمكن حتى عنده بعض المعرفه بعلم النفس، أكيد. بيقدر هيدا الشيء اكيد بيساعد، بس هو اكثر شيء بيكون فاعل بقوة الروح القدس. حلو. دوره لكن يرشد الى الفضائل الالهيه، دوره يرشد لضروره التوبه وتغيير المسار، نعم. يعني الشخص المكتئب اللي جاي عم بيعاني انه يمكن ظهر من شغله، انه ما بقى معه مصاري، ما قادر يطعمي اولاده، هون دور المرشد يقول له هالدقيقه اللي عم تمرق فيها بدنا ناخذها لحتى نستعملها لخلاصك. احد الاباء القديسين بيقول من يهرب من الضيقه يهرب من الله. الرب يسمح بحياتنا انه نمرق بضيقات حتى ننمو روحيا، بده يقول له انه هيدا الشيء الضيقه اللي عم تمرق فيها هي اكيد وقف وفكر انا شو بدي اغير بحياتي. هون بيشدد على ضروره التوبه. كمان إعادة تنظيم الأولويات اللي حكينا عنها، نعم. أولويات الإنسان أي الأهم بحياتك، نعم. هلأ بالوقت الحاضر. كمان تخصيص وقت أكتر للعائلة، الوقت اللي كنت عم تقضيه بشغلك أكتر وعم بتأمن لقمة العيش، هاي شغلة إشياء كتير مشروعة وصحيحة، لكن هلأ استفيد أنه أنت يمكن، نعم. مش هالقد عندك هالمشغولية، يمكن صرت نص دوام أو نص وقت، نعم. عم تشتغل حتى تقضيه أكتر مع العائلة. هنا هيك بس لفتني شغلي، مثل كأنه المرشد بيساعد أنه يعمل هالشخص إعادة قراءة لحياته اللي مرق فيها، لكل هالتاريخ اللي مرق فيه، ولحتى يقدر يشوف الأشياء اللي بيقدر يستفيد منها ليكمل حياته بشكل
افضل. قد ايه مهم هون وفينا هيك نلفت هالنظر انه كثير ناس اليوم بيشوفوا الاعتراف شيء مش ضروري، قد ايه مهم اليوم الشخص يوقف مع ذاته ويعمل خطوه هالاعتراف قدام الكاهن او يلي ضروريه ويلي بيساعده الكاهن انه يكون عم يعمل وقفه حقيقيه مستنيره بالروح القدس مثل ما حضرتك ذكرتي. للاسف انه نحن كمسيحيين في جهل كثير كبير للحياه الاسراريه، نعم، للاسرار بالكنيسه، ودائما في نظره سلبيه، نعم، لهذا الموضوع. هذا شيء مؤسف عن جد وبزعل، لانه الرب وقت اللي وضع الكنيسه هو اسس الكنيسه واسس الاسرار، والاسرار الكنسيه هي ابواب السماء. نعم. يعني ربنا بيشتغل بحياتنا وبيغيرها من خلال هيدي الامور. هلا في شغله لفتت لي نظري يوم تحكي مدام عن القصص اللي عم بتصير والمشاكل النفسيه، نعم، بمختلف الاعمار، يعني حتى الشباب وحتى الشيوخ كمان عندهم هيدا موضوع الكآبه معرضين له. قديش مهم الحياه، الصلاه، حياه المذبح العائلي، يعني وقت بيكون في وقفة صلاة كل يوم وفي الإنسان عايش على ضوء الإيمان الكنيسة، قديش هذا الشيء بيعطيه رجاء، بيعطيه فرح، نعم، وبيكون مثل محصن الإنسان المسيحي ضد كل هولي الأمور. وين في عيال مصلية؟ نعم. يعني للأسف هلا وقت بيكون في أي مشكلة بالبيت، كان حتى مشاكل بين الأهل والولاد أو الأهل بين بعضهم، إذا وقفوا كل يوم نص ساعة صلوا المسبحة أو قريوا قسم شيء من الكتاب المقدس، صدقيني أنه كل المشاكل بتنحل. نعم. نعم. وبيصير في فرح. أكيد. فرح الحب بقلب البيت. أكيد. حلو كتير. ليديا، بس هيك قبل ما ننتقل على الفقرة التالية بدي أخذ منك هيك بس فكرة، إذا شخص عم يتعالج عياديا بمعالجة نفسية وبتعرفي هلا الضائقة اللي مارقين فيها، ما قدر كفى هالعلاج بسبب الاحوال الماديه او الماليه، وبنعرف انه هيدا شيء خطر انه بيرجع بعدين بصير في تداعيات، شو الحل برايك؟ اكيد اذا ما عنده امكانيات ماديه في كثير ناس بيتبرعوا او متطوعين انه يعالجوه بدون مصاري. اكيد، وانا بشجع كل المعالجين النفسيين اللي انه يقوموا بهالخطوه انه يعالجوا الناس ما بيقدروا يدفعوا، ما ياخذوا مصاري منهم. وفي انا بتذكر حالي كان عندها كآبة شديده، قالوا لي عنها واعطيتها موعد لتجي لعندي وما اجت. انا بروح لعندها باخذ خطوه بحكيها وبروح لعندها على البيت كانه ربنا هيك يمكن بعتني لعندها. نعم. فتبين انه حالتها كثير مرسي، يعني جوزها بيضربها وهي وياه مشاكل على طول، وهي عندها بنتين، ووصلت لانه تفكر انه مع انه هيدي الكآبه جايه من عوامل خارجيه مثل ما قلنا نحن، وصلت لمرحلة انه تقول انه انا بدي اسمم للولاد وسمم لحالي وموت. ياي. ومرة اجتها فكرة تانية انه بتقوسهم وبتقوس حالها. لحديت هون الاوضاع المادية والضرب والعنف بيوصل الشخص انه ينهار، ما بقى عنده حل. فنحن دخلي انا تدخلت وفهمت شو الانتحار وقديش صعب الواحد انه من الناحية الدينية انه بينزل على جهنم، يعني هيدا الشيء كتير صعب. نحن ما فينا يعني اكيد نخوف هيك الشخص، لانه نعم، بس يمكن لانه هي اوقات بتعمل لها رد فعل سلبيه، يمكن خوفها انه تاخذ هيدا هي وقفها يعني لمرحله. نعم. بس بالنهايه اذا قلتي لها هيك وبعدها عم تتعنف وبعدها مش عم تتعالج، يعني ما راح يخوفها هيدا الشيء من الله اكثر. مزبوط. اي بس نحن هون من اوقات نحن بالعلاج النفسي في اشياء بنعتمدها تحت حسب الشخص، يعني بنفهم كل شخص كيف بيتعالج. اوقات اذا بتستعمل الخوف، نعم، عند الشخص لمده معينه بطريقه مداريه بتقدري توصلي للبد كي. وانا اللي استعملته معها لانه هي قادره تستوعب هالشيء اللي عم بحكيه، ونحن ما بس فتنا بالعلاج النفسي معها، اكيد، لانه في بلشنا تعنيف منزلي كمان. نعم. بدها هون احاطه من كل الميلات. نعم. يعني فحاولنا نحن نساعدها ماديا، نأمن لها اعاشات، يعني نحن مش بس نشتغل بالشق النفسي. نعم. يعني بنمتد بكل الشق كرمال نساعدها. حلو. لتخف الكآبه، يعني اذا انا جيت حكيت نظريات عن الكآبه وعملت لها علاج نفسي، نعم، كذا سيانس، ما رح تستفيد اكيد لحاله، بدها تشتغلي على الارض سولو تيرا. نعم. تتلاقي نتيجه. نعم. هلا اكيد نحن سبقنا شوي كمان الوقت، رح ننتقل اعزائي المشاهدين للمرحله للفقره الثالثه.
100% أنا بهالفكرة أعزائي، مثل ما ذكرنا بنسأل السؤال كيف يمكن العناية بالبعد الروحي عند شخص يعاني من الكآبة. رح أخذ رأي واحد بس من جيزال سريع بجواب حتى أخذ آراء أخرى بالفقرة التالية. الأقصى حاجة عند الإنسان أنه يعرف أنه هو محبوب. نعم. بقى وقت بالإيمان نحن بصير في علاقة مع الرب، نعرف أنه نحن محبوبين كتير. نعم. لدرجة أنه ترك السماء وترك كل شيء كرمالنا لحتى يخلصنا. نعم. صار إنسان وانصلب ومات. إذن هيدا البعد الإيماني، بعد الروحي يلي لازم يطاله الإنسان المكتئب أو أي حلو. إنسان تاني عم بيمرق بضيقة. هيدي شغلة. تاني شيء يعني ملء الحب والشبع رح يلاقيه بالرب. إذا فقد أي شخص بحبه، إذا فقد إنسان عزيز على قلبه بالموت. نعم. أي شيء بقى مثل ما بتقول سانتا تيريز دافيلا، من له يسوع له كل شيء. هيدا هو البعد الروحي اللي لازم الإنسان المكتئب يوصل له. حلو. تاني شيء لازم ينظر للضيقة على أنه هي فرصة للتغيير وللتحول بحياته. حلو. ثالث شغلة، الحياة الكنيسة، الحياة بالمسيح هي حياة فرح وحياة بتغير وتحل كل المشاكل. نعم. كتير مهم أول شيء المشغولية. بتصور بعلم النفس بينصحوا للشخص المكتئب أنه ما يبقى لحاله ودايما يكون عنده. نعم. مشغولية هيدا. نعم. عمليا بيقدر يبلش فيها. تاني خطوة هي قراءة كلمة الله. هي كلمة الله إلى بعد شافي. حلو. مش مجرد نحن كلام بنقري. تاني شيء الصلاة، خاصة صلاة يسوع اللي هي قصيرة وصغيرة. في ناس مكتئبين مش ما عندهم القدرة أنه يصلوا صلوات طويلة أو حتى يروحوا على الكنيسة. نعم. بالبداية. نعم. بيقدروا يبلشوا يقولوا ربي يسوع ارحمني. حلو. يرددوها وهيدي رح تشفيهم ورح تخليهم يروحوا على الكنيسة ويصلوا إن شاء الله. ويواظبوا إن شاء الله. على القداس يواظبوا. حلو. يروحوا يعترفوا ويسلموا حياتهم بالكامل. التسليم هو. نعم. حل من الحلول للإنسان المكتئب. حلو كتير أعزائي المشاهدين، بنتقل للفقرة الثالثة الرابعة. بهالفقرة بس رح أذكر رأيين في بيترو مراد، هو شماس، بيقول في حالة الكآبة يجب العمل على الشفاء النفسي لكي يستطيع البعد الروحي النمو. في البداية نعمل على الناحية الإنسانية، أي العمل على القيم، على نضوج الأفكار وبناء الشخص من الناحية الإنسانية، وبعدها نعمل على الناحية الروحية، لأنه في حال وجود مشكلة نفسية يؤدي العمل على الناحية الروحية ضغط نفسي إضافي على الشخص. من هنا ضرورة توجيهه إلى مساعد أو معالج نفسي، ويتم العمل معا من الناحية الروحية والناحية النفسية. احنا بنشكر بيترو على مدخلته. كمان بحب اذكر رأي للأخت جميلة ريشا، هي بتقول هل يمكن العناية بالبعد الروحي في حالة الكآبة؟ بتجاوب يعني على هذا السؤال. نحن نؤمن أن الله خلق الإنسان كوحدة متكاملة، وهذا ذكرته جيزال معنا، بكل أبعاده الروحية والجسدية والنفسية والفكرية. من هنا كل ما يطال بعد من هذه الأبعاد هو يطال الإنسان بكليته. فمن يعيش حالة الكآبة بحاجة إلى مرافقة متعددة الجوانب، نفسية وروحية وإنسانية، ليكتشف سبب هذه الكآبة ويعالجه. الله جعل كل شيء لخير الإنسان. المهم أن نبحث مع من يعيش هذه الحالة عما هو الأفضل له، وأن نعمل بكافة الوسائل على مساعدته. كمان بنشكر الأخت جميلة على هالمداخلة القيمة اللي أشركتنا فيها. وأنا بالختام هالحلقة بحب أتشكر الضيوف الموجودين معي. ليديا، أنا بشكرك كتير على حضورك ومشاركتك مع اليوم. مرسي كتير لألكم. مرسي إليك. وجيزال كمان بشكرك على هالغنى اللي أعطيتنا إياه بعض الأفكار عن البعد الروحي واللي أغنونا أكيد. مرسي كتير. مرسي لألكم. مرسي لأليك. أعزائي المشاهدين، بختم بالفقرة الأخيرة. أيها الرب يسوع، أنت حاضر في كل مكان وحاضر في حياتنا. أنت إلهنا، نحن نعبدك ونمجدك.
نؤمن ونثق بك ونصب إلى محبتك ورحمتك، معك في الصحة وفي المرض، في النجاح وفي الفشل، في الفرح وفي الحزن، في الحياة وفي الموت، ليكن لنا بحسب قولك. آمين. آمين.